كنت فاكرة اني هتعب كتير عشان اشوفك. انا مش متعب. بالعكس. لا، الرمادي لونك صح؟ طول عمري بنكر ان عندي لون مفضل. شبهك قوي. الرمادي؟ انا؟ عادي، انا كمان بحب الرمادي، يعني دي مش شتيمة. لما شفتك في السنتر كنت بفكر اني هشوفك، مش تفكير تفكير، كنت متأكد. ليه؟ مش عارف، بس هو حصل. وبعد ما حصل كنت عايز تشوفني ليه؟ سؤال حلو، انا مفكرتش فيه. يمكن عشان الرواية اللي بكتبها. عشان الرواية؟ بس كده؟ الرواية أصلها في الغردقة. لا خلاص، طالما في الغردقة سيبك من الكتب دي كلها واسألني أنا، أنا هساعدك. حلو. دلوقتي؟ لا دلوقتي، أنا راجعة الشغل. بعد الشغل. وإيه بعد الشغل؟ لازم أروح أشوف حماتي. يبقى بكرة نتقابل وتفرجيني على الغردقة بعيونك. لا بكرة برضو هيبقى صعب، بعد الشغل في اجتماع لأصحاب المحلات في المنطقة وسيف رايح وأنا رايحة معاه. ايه موضوع الاجتماع؟ في خطة لتطوير المارينا وناس مقسومة نصين، ناس موافقة على الخطة وناس مش حابة وحاسة إنها هتهدد أكل عيشها. وانتوا السنتر بتاعك يتأثر يتشال؟ يا رب يا رب يتشال. بتروحوا فين؟ في أي داهية، المهم بعيد عن هنا. للدرجة دي بتحب الغردقة؟ بموت فيها. أنا ممكن أحضر الاجتماع؟ أعتقد تقدر، عشان أنا سمعت سيف امبارح بيقول إنه عايز يجيب صحفيين وبتاع. بس أنا مش صحفي. ما لو سألوك قول إن أنت صحفي، مفيش حد هيدور وراك، عادي. مفيش خطورة يعني. لو مش حابب تيجي ما تجيش. سلام يا سلام، ايه الروقان ده؟ ده شكل شغلانة امبارح كانت عينك. وكان في شوية مشاكل بس الصراحة فلوسهم حلوين. أنا عملت لك سندويتشات. طب ممكن تحطمني في أي حاجة بس لحد ما أخلص لبس هاخدهم معايا السنتر. ماشي. هخش أكمل لبس. لا عايز أحط لك السندويتشات في كيس. ماشي مش مشكلة. طيب مش عاوزة تنزلي معايا؟ لا لسه، شفتي مش دلوقتي. طب ما تيجي نعمل أي حاجة عشان خاطري. يلا. طب يا ماما تحكي لها كمان خالته عملت إيه في الفرح؟ أيوه يا نانا بليز. وأنا راسي كانت في الفرح ده، أنا من أول الفرح لآخره وأنا قاعدة بعيط. لدرجة إن أنا جالي هبوط في الدورة الدموية فكانوا هينقلوني المستشفى. إيه أمال أنتِ بتقوليه لها ده؟ على فكرة كنتِ مبسوطة جدا وبتتنططي من الفرحة. يعني أنتِ كنتِ متضايقة إن مامي هتتجوز بابي؟ ليلى هتعملوا إيه النهاردة؟ عايزة تروحي البحر؟ مامي وقتها كان عندها 21 سنة وكانت لسه في الجامعة وكل الولاد كانوا عينهم عليها، أنكل نديم وأنكل طارق. طارق فكري صاحب أندوشين؟ واو واو، كلمهولك اتبناك يا روحي. بس مامي كانت بتحب عمر من وهي في اولى جامعه، غرام يعني، زي الافلام كده. شفتي الاستاذ الخليل شبهه بالظبط. ما انت كمان بتحبي عبد الحليم يعني؟ احبه لكن اتجوزه لا. انت الافلام كانت دماغك مش جايباه من بره. اهم حاجه كاريرك يا لولا.
الحب لذيذ، بس الجواز والكارير دول حاجات تانية خالص، والجواز يحكم فيه عقلك مش قلبك. كفاية كده، وما تبسها شرحين البحر. في ايه يا عمر؟ وانا مش بتكلم معاها؟ احكي لها الكلام ده مرة تانية ان شاء الله. صلاح تعالى رايحين البحر وملبسها. ما كانلوش اي لزوم اللي انت بتقوليه ده. ليه وانا قلت ايه يعني؟ وانا ما اعرفش اتكلم مع حفيدتي؟ هو انت كمان مش حاسه انت بتقولي ايه؟ بجد حرام عليكي. ميرسي، خليها ترابيزه. من فضلك تأكد ان الولد لبسه. اوكي. هنا هنا صندوق. مش عايز تقوم تجيب لاخواتك حاجه يشربوها؟ لما اخلص. لما تقوم تعمل كده وبعدين ترجع تخلص. ماشي. اجيب لك ايه؟ انا ولا حاجه، لو لقيت لي ساندوتش هات. انا هطلع عصير الليمون بتاعها. شوف ليلى عايزه ايه وانت دلع نفسك. كان بقالي سنين ما حسيتش باللهفة دي. كنتش على بعضي، مش دريان من اللي حواليا، كل اللي على بالي هي وبس. هتبعت لي ايه دلوقتي؟ طب هي فين؟ مع مين؟ بتعمل ايه وهي بتكلمني؟ كنت في حاله غريبه مسيطره عليا تماما. ما كنتش ببطل كلام معاها، وابقى كذاب لو قلت اني ما كنتش مبسوط. هي فين هنا؟ فين هنا؟